تقول يا الله ويا فلان، تعتمد على الله وعلى فلان، وده ما الشرك ذاته. وانت قالت شرك شنو؟ زول قال يا رب نجيني من الكرب، نادى كم؟ نادى واحد، ده موحد. شفت مما تلقى نفسك طوال بتتوجه الى الله وما بتتوجه لغيره، انت موحد، انت زول تمام. يا رب نجيني من الكرب، انت موحد لانك ناديت كم؟ واحد. يا الله ويا فلان، ناديت كم؟ واحد ولا اثنين؟ ده توحيد يا جماعة ولا ده الشرك؟ ده الشرك ذاته، بس بفهم بسيط، ده الشرك ذاته. يقول لك يا مولانا لكن احنا ما بنقول ده زي الله في اي شيء، وما الكفار زمان ما بقولوا اصنام دي زي الله في اي شيء، ما بقولوا كده، صعب يقولوا دي آلهة، لكن هم صنعوها بيدهم. وما بقولوا اصنامنا دي زي الله في اي شيء، ما بقولوا كده. اقرا القران، ولئن سالتهم من خلقهم، لو قلت لهم خلقكم منو؟ ليقولن الله. والله دي في سوره الزخرف الصفحه الاخيره، قال ولئن سالتهم الكفار، لو سالت ابا جهل وابا لهب وعقبة بن ابي معيط وهؤلاء الكفار، كان سألتهم، ولئن سألتهم من خلقهم، يا أبا جهل خلقك منو؟ ليقولن الله، فأنى يؤفكون. طيب مالهم بيكذبوا وبيقعوا في الشرك وكذا. في نفس السورة في الزخرف في الصفحة الأولى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. شوف النازل كلام واضح كيف. في سورة المؤمنون أو المؤمنين، قل لمن الأرض ومن فيها، ما الأرض بس، ومن فيها، إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. هل بيقولوا ديل منون؟ الكفار ذات. طيب مشكلتهم شنو؟ قالوا الله كان مشينا ليه عديل ما بيقبلنا، عندنا ذنوب، نجيب له وصايد. الله نجيب له شنو؟ وصايد سبحانه وتعالى. قال الله عنهم في سورة يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، هنا قدم الضرر، ولا ينفعهم. هن عارفين أصنام صنعاء براو يا جماعة، الزول صنع صنم حجر براو، لخ الطين براو، جاب له كوريك ولا لخ بيده عليهم ربه، لخ له طين وسوى له صنم، وهو أطول من الصنم. أنت كذا فكر في الموضوع ده، هو ذاته اللي بيعبد ده أطول من معبوده اللي بيعبده ده، وأطول منه أضخم منه، وهو بحرك يده، الصنم ماله ما بحرك يده. بعد ده قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نازل بعرف الله، لكن قالوا ديل بس بيشفعوا لنا عمنه عند الله. الله دي ما داير. قال ألا لله، في سورة الزمر، الزمر، ألا لله الدين الخالص. الله داير دين نظيف، انت زي المويه دي دار تشربها نظيفه، لله المثل الأعلى، هو غني عن الطعام والشراب وإيش، مويتك دي دار تشربها نظيفة، تجيب لك كولر وبتجيب لك قبلية فلتر وتسوي لك حاجات وأشياء وتجيب موية صحة. قال لك لله المثل الأعلى، غني عن الشراب والطعام، لكن العبادة دي هل هو غني عنها؟ لما تتقرب له بها تجيبها نظيفة. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بس عشان يقربونا لله. دي الله ما داير، الله دارك أي عديل. شفت لو لخبطت الدنيا دي ذنوب وغاني حفلات ومعاصي وفجور، الدنيا دي لخبطتها كذا، لما تجيوا ما تجيوا بواسطة، تجي عديل تقول لي يا الله انا غلطت اغفر لي،
عديل كذي براكد بيغفر لك، لكن مما تجيب واسطة يا الله أنا إن جيتك عديل ما بتقبلني إلا أجيب لك فلان، أنت يا دوب قليت أدبك، ولا دي ما قلت أدب دي قلت أدب. الله قال كذي في القرآن، بديك الدليل ده سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني الله أنا إن جيتك عديل ما بتقبلني، شوف الخطورة وين، لكن أنا جيتك بيدا تقبلني. الله قال في القرآن قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بعد قال وما قدر الله شنو حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال لك في القرآن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن كان في إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتفكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، لعلهم يتذكرون في الأولى، الثانية يتقون مش يتفكرون، يتقون الثانية، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا، شوف المثل ده واضح كيف، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، دي في رواية حفص، في رواية الدوري سالما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال لك لو في اثنين في السوق، في اثنين، الاثنين ديل من الرقيق بيشترون، يعني الأول جو يشتركوا فيه 10 أنفار، واحد دفع 100، واحد 200، واحد 300، واحد 300، واحد كذا كذا كذا، قاموا 10 جمعوا مبلغ طوال يشتروا الزول، لا زمان الرقيق اشتروه، شركاء متشاكسون، هم ذات الشركاء ديل ما متفقين، شوف الزول ده تعبان كيف، اشتروه 10، واحد قال له قم على حيلك، الثاني قال له اقعد، شوف الزول ده بيلعب كيف، الثالث قال له اقول لك شيء ارقد، الرابع قال له امشي السوق، الخامس قال له اسقي الشجر، السادس قال له البهائم ما تنسى. الله قال لك في القرآن ده مثل للموحد والمشرك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، المرتاح ياتو السيد واحد ولا العشرة ده أب عشرة ده مش الواحد بس، زي ما قالوا أولادنا دي وعم أعمامنا دي، سيدك واحد انت، هسي عليك الله انا اعتر، انا هذه لي 7 اعتر، عربيه دارت تنقلب، يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، ده في الشرق ده في الغرب ده في الشمال ده في الجنوب ده في الوسط، ده بياكل انا بنادي فيه وهو بياكل، هذا يتم اكله ده ولا يلحقني انا، ولو لحقني انا وناداه واحد ثاني يلحق ياتو فينا ينجياته، هو بياكل العربيه لو دارت تنقلب الساعه 3 صباحا والزول ده نايم، انا اقعد انتظره كذي ما بتكون اتقلبت واتهرست ذاته، انتظره لما نصحى. لكن شوف الله قال عن نفسه شنو، قال في القران اول شيء قال لك واذا سالك عبادي عني فاني شنو قريب، واحد دي خدتها بجنب، اجيب دعوه الداعي اذا دعان، دي واحد خدتها بجنب، اثنين قال لك وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ دي اثنين خدتها، يعلم سبحانه وتعالى. ثلاثة قال لك الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت ما تفكر في القيوم دي معناه شنو؟ القيوم دي ما بتلقاه إلا عند الله سبحانه وتعالى، الصفة دي. القيوم القائم بذاته لا يفتقر إلى خلقه، قائم بذاته، قائم بشؤون خلقه. أوش قائم بذاته؟ غني عن العالمين. اثنين قائم بشؤون خلقه يدبرها سبحانه وتعالى. بعد قال لا تأخذه شنو؟ سنة ولا نوم. سنة ما بينعس، لا تأخذه سنة ما بينعس ولا نوم. لكن زولك دانا ناديه هنا نص الليل نايم يشخر، دي حلوها كيف ذاته؟ لذلك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالليل بالنهار، لا ينعس ولا ينام سبحانه وتعالى. وبعدين زولك دب موت، زول يا جماعة بالراحة، لا نبذ ولا شتيمة ولا شيء، بالراحة كده. زول مات، مات جرده من الثياب، كر ما قادر يتحرك، غسلوه قلبوه ثلاثة جرادل خاتين، غسلوه تمام دعكوه، قصوا له شنبه ضفوره قاعد، وجابوا أكفان ثلاثة قطع فرشوها في العنقريب، شالوا من العنقريب اللي غسلوه فيه ده، خدتوا في العنقريب اللي فيه الأكفان وطوالي شنو طوطوا على الكفن وربطوا ثلاثة عقد طق طق طق، وخدتوا في برش وخدتوا في عنقريب، وشالوا أربع رجال. قادر يتحرك الزولة؟ شالوا أربع رجال وادوا المقابر، حفروا للمطمورة كذا، يتفكر بالراحة، حفروا للمطمورة مربع ده تاع القبر، وحفروا للحد ود اللحد، وشالوا أهله ولا قرايب وغيره دخلوا جوا القبر، وبيجنبه الزول ذاته لو حي، شفت لو زول رقد بيجنبه ما بقوم عليك الله. الليلة جربها بالليل، كم مرة أنا بقول جرب التاس الليلة دي، بس لما تمشي تنوم خد عن قريبك مع الحيطة، تخيلوا ده القبر، بس شغل المروحة مع السخان ما مشكلة، شغل المروحة شفتها خدته مع الحيطة وأرقد بجنبه. أسألك بالله الليلة سويها، سويها أرقد بجنبه على يدك، تقدر تقوم؟ ما على ظهرك ولا على بطنك، على يدك، والله ما تقوم لو بقيت أقوى زول، شوف تراقد على يدك ما بتقدر تقوم، وبيجنبه لأن الزول بيجنبه ما بيتلوي، لو بفوق ولا تعب بيتلوي، بيجنبه ما بيتلوي، خليه في حفرة. وبعد ده يجيبوا اللبن تقيل، ما شفت طول المغابر تقيل كيف، يجيبوا طق 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 طق، ويجيبوا الطين يليسوه، ما بخلوا لك نفس، يليسوك جوا. بعد ده يجيبوا التراب، الأذان أذن